بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا اللقاء اليوم في التصادر ندوة بمناسبة اليوم العالمي للخبز حول قطاع المخابز وتحديات العصرنة، هو كيتم يعني بالتنظيم ديالو بالشراكة ما بين الفيدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات العصرية والتقليدية، وما بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة سطوان الحسيمة. يعني الحمد لله الحضور لحد الآن كيبشر بالخير، يعني كاين حضور من جميع المدن ديال المغرب ممثلة يعني جمعيات ديال المغرب ككل الجمعيات المهنية ديال المخابز والحلويات، غتكون حاضرة معنا مدن كأكادير كبركان الحسيمة مثلا زاكورة هذا واحد مدن الوسط يعني الرباط وزنيقة الدار البيضاء السيدي سليمان، يعني مدن كثيرة الحمد لله غتكون حاضرة هاد المهنيين يعني هذه المناسبة باش يداصوا الوضعية ديالهم ويتكلموا على المشاكل اللي كيعانيها القطاع ديالهم. زيادة على هذا هذه كتكون مناسبة يعني كنشاط من الأنشطة اللي كديرها وكتأطرها في الفيدرالية المغربية للمخابز بتنسيق مع يعني الجمعيات المحلية، فهذا اللقاء كيتم بتنسيق مع جمعيات أرباب المخابز والعصرية والحلويات بطنجة اللي كنتشرف بالرئاسة ديالها. إن شاء الله كنتمنى اللقاء يكون ناجح، يكون لقاء تواصلي اللي يقرب الناس من هموم هذه المهنة والمشاكل ديالها، وكنتمنى يعني عازموا علينا نخرجوا يعني مجموعة ديال التوصيات اللي كنتمنى تكون إن شاء الله في خدمة القطاع وتمشي بهذا القطاع من حسن إلى أحسن وتكون في الصالح ديال المهنيين وفي الصالح ديال المستهلكين كذلك. شكرا.